جميل. طيب انا عايز اروح محرك للفنيات، حضرتك محلل اداء، فانا عايز اروح للفنيات شويه. تمام. يعني البعض كان بيشوف ان مثلا في بعض المباريات كان المفروض ان هو ما يبتديش مثلا باحمد الاحمر، كان ينتظر شويه. يعني انا عايزه اعرف تحليلك الفني. تمام. في فكره هنا المنتخب برضو، ولو احنا بنتكلم ان احنا خسرنا على هدف، اختيارات اللاعبين ومين يبدا ومين يلعب ومين ما يلعبش. روبرتو غارسيا باروندو اولا وثانيا ده مفروغ منه. فده مفروغ منه. بتكلم عن التحليل اللي بعد التحليل كده. التحليل بقى احنا اللي بيحصل ايه بالظبط باختصار شديد، يعني انه بنحلل المنافس بكل تفاصيل اللعب عنده من خلال عدد من المباريات، بنجيب عدد من مبارياتهم الحديثه، بنحللهم دفاعيا وهجوميا وفرديا وحراس المرمى، كل التفاصيل الممكنه عن الفريق المنافس بنبدا نحللها. بيوصل المدير الفني فيديوهات بشكل معين مترتب ترتيب دقيق جدا، بحيث انه واضح فيها كل تفاصيل الفريق المنافس بيعمل ايه بالظبط، دفاع وهجوم وحراسه مرمى وفرديات اللاعبين، كل شيء كل شيء. بناء عليه هو بيقرر اسلوب اللعب اللي هيلعب بيه، الافراد العناصر من الفريق المصري اللي تبدا المباراه، اللي كل الانسب قصاد الفريق المنافس. كل الكلام ده بيتحدد من خلال التعاون بين التحليل الفني ورؤيه المدير الفني. وحضرتك متفق مع التشكيل والفنيات اللي حدثت، يعني ما مش مختلف عليه؟ كل شيء. لا لا طبعا. طب لو كان لحضرتك وجهه نظر مغايره لوجهه نظر المدرب، ايه اللي يحصل في الحاله دي؟ وجهه نظر المدرب بنوصل لحل وسط، يعني لان المسؤوليه ملقاه على طبعا وجهه نظر المدرب هي الفيصل في الموضوع. طب